عن طريق سكايب. يتوعد فيه من يحاولون الاعتداء على الديمقراطية. يدعو الشعب للنزول إلى الشارع إلى المطار، يدعو الناس للذهاب إلى المطار والتجمع أمام المطار وفي الشوارع وفي الساحات، ولنرى ما الذي سيفعله الجيش أمام الشعب. أنا لا أعرف أي قوة تستطيع أن تقف أمام الجيش أمام الشعب. الآن تتحدث معه المذيعة وتقول له أن هناك سؤال من عبد القادر سلبي وهو صحفي مقرب من الحكومة، يسأله هل هذا الانقلاب كان بشكل تراتبي متسلسل من القمة؟ أردوغان يقول هنا لا، لم يكن بذلك. هناك خرق لقواعد الجيش، وهناك خرق كبير لقواعد والتراتبية في الجيش، وهذا الآن الضباط الصغار يحكمون الضباط الكبار، والجيش أنا رئيسه، أنا كرئيس جمهورية أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأنا لم أمر بأي شيء، وبدون علمي يحدث هذا التغيير في تركيا. نحن سنرد على هذه المحاولة الآثمة، ولا أريد من أحد أن يقلق. هناك تسأل، هناك من يقول بأن قائد الأركان محجوز الآن رهينة في قيادة الأركان، هل لديكم معلومات عن هذا الموضوع؟ أنا أيضا سمعت مثل هذه الأخبار، ولكن لا تصلني أخبار صحيحة حتى الآن. الآن هناك ضباب ومشهد ضبابي حتى الآن، ولكن سنجعل هؤلاء يدفعون الثمن بقوة، كل من ساهم في هذه العملية. يسأل الصحفي، تقول أنت تدعو الناس إلى الدفاع عن الشرعية، عن الديمقراطية، الشعب عليه أن ينزل إلى الشارع، وأنت تقول هل تتعد الناس بأنك ستحاكم هؤلاء الانقلابيين أمام المحاكم؟ أؤكد لك يجاوب أردوغان بأن هؤلاء كلهم سيلقون جزاؤهم في المحاكم، هم وكل من ساعدهم أو لم يقف في وجهه. تسأله سؤال، هناك الكثير من القلق في الشارع، الأطفال، العائلات، الأطفال الناس في الشارع هناك يخافون من الانقلاب، لأن صور الانقلاب في السابق كانت دموية. نعم، يقول أردوغان، أنتم كيف جئتم إلى الاستوديو؟ جئتم بدون أي تردد وأي خوف، وأنا أدعو الشارع والشعب أن يفعل مثلكم وأن ينزل إلى الشارع، لا أريد أن يبقى أحد في بيته. سؤال، هناك طلب لكم من الشعب، كل الناس الآن تستمع إليكم، نرجو منكم إعادة حديثكم الذي قلتوه. الآن الشعب يستمع إليكم عبر هذه القناة. أردوغان يقول، أنا أؤكد لكم أن هذه المحاولة الانقلابية فاشلة وستفشل، وكل المحاولات الانقلابية السابقة في تركيا تم القضاء عليها ومحاكمتها، وهذه كذلك. تسأله هل ستأتي إلى أنقرة؟ يقول لها نعم، أنا سأتي إلى أنقرة. ويدعو الناس إلى المطار في أنقرة وفي إسطنبول للاحتشاد.